الفكره اللي احنا بنعملها النهارده ان لقينا ان احنا شابلين شبكه في خلال كام سنه اللي فاتوا من 110 الف تاجر منتشف انحاء الجمهوريه بيقدمها خدمات للمجتمع، خدمات ماليه للجزء اللي هو مش متعامل مع البنوك، بس معظم التجار والايجنتس الموجودين في المنظومه دي هم من الرجال، لانه طبعا بطبيعه الحال بيقف في محل بيبقى غالبا ايه راجل، وفي نسبه من الستات بس نسبه اقل من النسبه الطبيعيه. ليه؟ لان الست محتاجه متطلبات خاصه، عايزه تشتغل في اوقات معينه عشان عندها بيت واولاد، عايزه تبقى محميه من انها تتعرض لمشاكل في السيفتي او في الهراسمنت وهي في الشارع، فبالتالي كانت لازم نبني لها منظومه بتادرس الحاجات دي او بتركز على المتطلبات بتاعتها. فقدمنا لها المكنه بتاعت فوري بس بطريقه انها بورتابل تقدر تتحرك بيها، وبتكون فيها راس مال مبدئي احنا اللي حاطينه، احنا اللي عاملينه من عندنا، فهي ما بتستثمرش من جيبها، وتبتدي تشتغل في المجتمع اللي حواليها انها تقدم لهم خدمات وفي نفس الوقت ايه تاخد عموله، فالاثنين بيبقوا عندهم يعني فاليو من اللي بيحصل دوت، وفي النهايه هي بتختار الوقت هي تشتغل فيه، وبتقدر في خلال المجتمع بتاعها انها تشتغل بامان من غير ما تبقى قلقانه من انها بتشتغل في الشارع او حاجه زي كده. For example, over the next few months, Ava will support Fellowy with the development of a new nano loan product. It is all about increasing the penetration of financial services in a way that the mass can have this in affordable cost and in convenient channel. We did a massive research back in 2015 with the support of the World Bank's IFC.